نحن نذهب الآن إلى سيدني. ينضم إلينا من هناك بيتر ماغواير الرئيس التنفيذي لشركة إكس إم أستراليا. أهلا وسهلا فيك معنا بيتر. خلينا نبلش بالسؤال. نحن نتحدث على قوة الدولار والدولار الملك. تحدث لنا قبل قليل محمد زيدان عن ضعف عملات الأسواق الناشئة وقت حكينا كلمتين هلا أيضا على المشاكل إن كانت بال استرليني أو كانت باليورو. خليني أسألك من حيث تجلس أنت في تلك المنطقة من العالم، كيف تبدو أفاق العملات ذات العوائد المرتفعة؟ إذا كنا عم نتحدث على الكيوي أو الدولار الأسترالي، كيف تبدو البيانات الاقتصادية، أرقام الاستهلاك، التوظيف هناك، وكيف تبدو أفاق هذه العملات؟ صباح الخير. أولا، إذا نظرت إلى الدولارين النيوزيلندي والأسترالي، هما يرتفعان، وخاصة أن تكاليف الاقتراض بلغت 3%، وبالتالي رأينا بعض الضعف في هذه الاقتصادات. في أستراليا مثلا ما زلنا نراقب البيانات، وتحديدا بيانات الوظائف، وكيف يؤثر التضخم، وما إذا كنا سنرى رفعا للفائدة بخمسين نقطة أساس من بنك أستراليا المركزي. هذا هو الوضع الحالي في هذين البلدين. هل في استدلال من ما يجري في الجهة الأخرى، الناحية الأخرى من العالم، ما يجري مع الفيدرالي؟ الآن بلشنا عم نحكي بعد أرقام الـ CPI بالولايات المتحدة، صار في حكي أنه يمكن يخفف إيده شوي الفيدرالي عن موضوع رفع الفائدة، هل سيفعل ذلك؟ وهل نحن سمعنا نقطة بيانية واحدة فقط الأسبوع الماضي، هل لنقطة واحدة فعلا أن تغير رأي المتابعين بهذا الشكل؟ ارتفاع 2.5% بفترة 3 أيام فقط على بأسواق الأسهم الأمريكية على سبيل المثال نتيجة رقم واحد، هل هذا التفاؤل صار إكزوبرنس نوعا ما؟ هناك شيء من الفورة في السوق، والسوق شهدت عمليات بيعية قوية في السابق ثم عادت إلى حالة الرالي، وخاصة مع ما رأيناه يوم الجمعة. رأينا ارتفاعا قويا في داو الاس ام بي والناسداك، ونراقب بيانات التضخم، وهناك مجموعة من البيانات التي ستصدر من أمريكا، مبيعات التجزئة وأرقام التصنيع وأرقام فيلادلفيا ونيويورك والناتج الصناعي يوم الثلاثاء، إضافة لمحاضر الفيدرالي. هل سنرى 50 أم 75 نقطة أساس من الفيدرالي في سبتمبر؟ من غير الواضح ماذا سيحصل، والجميع يراقب البيانات التي ستصدر مع كثير من التفاؤل وأكثر منه من التمني يراقبون هذه الأسواق. بيتر، دعني أسألك أيضا على موضوع آخر، موضوع الصين. نحن نبحث طبعا عن أين تتواجد بالوقت الحاضر جيوب التفاؤل في الاستثمار في العالم. حكينا طبعا بأوروبا ومشاكلها، حكينا بالولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. في ملاحظاتك الأسبوعية أو التقرير الذي تصدره أسبوعيا تقول بأن المعجزة الاقتصادية الصينية تحولت الآن إلى كابوس بسبب المعاناة التي الأزمة التي يمر بها قطاع العقارات هناك. لأي درجة فعليا أنت قلق، وما الذي يدفعك لهذا القلق أنه هذه الأزمة قد تمتد للتأثير على النظام المالي العالمي؟ الوضع مخيف عندما ننظر إلى أرقام سوق العقارات في الصين، فالسوق العقاري يشكل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للصين، وهنا نتحدث عن مكون هائل للاقتصاد. ونحن ندرك أننا رأينا ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات في الصين في السنوات الماضية، وهناك حد زمني تتوقف عنده الموسيقى عن العزف كما يقال، والوضع الحالي يشكل قلقا فيما يتعلق ب دخول هذه الطفرة العقارية في الصين إلى مشكلة أو كابوس كبير، والكثير من المستثمرين يشعرون بالقلق من هذا الوضع، والبنوك والحكومة أيضا قلقان.
بيتر، ما هو مسار كرة الثلج هذه التي تتخوف من أن يعني بأي اتجاه تتدحرج؟ هلأ نحن القطاع العقار الصيني، ما الذي يأتي بعده وكيف ممكن أن تصبح هذه على مسار أزمة مالية عالمية؟ It's the unwinding of any positions, and naturally you've got debt. هناك موضوع الدين، والسؤال هو كيف سيتمكن شخص من بيع عقاراته، وكيف ستحصل العدوى بسبب موضوع الإقراض وعدم السداد للقروض. إذن الأمر يتعلق بمن لديه الدين، وإلى أي مدى يمكن للناس أن يستوعبوا الألم الاقتصادي المقترن بامتلاك هذا الدين. وإذا لم تكن هناك خدمة للدين، سنكون أمام إفلاسات وعمليات إغلاق للشركات، وهذا الأمر سيؤثر على قطاع الإنشاءات بأكمله، بل سيؤثر على المشهد الاقتصادي الصيني والعقاري بأكمله. بيتر ماغواير، أشكرك شكر جزيل حضورك معي صباح اليوم.